الجيد والعميق الذي قمت به إلى جذور المشكلة هو تغيير الثقافة الاقتصادية اللبنانية. إذا ضلينا على ثقافة المونتي كارلو لبنان راح يضل بنفس الحالة، ونحن بنشوف اليوم يعني أيضا المناطق الفقيرة، نفس الجيوب الفقر التي كانت موجودة منذ 30 عاما هي اليوم تنتج أيضا إيديولوجيات التعصب والانغلاق التي تهدد مقومات مجتمعنا. وأيضا أود أن أتمنى لكم أن تقوموا بحملات إعلامية على المدارس، على الثانويات، على القطاع التربوي. فأنتوا صحيح قطاع شبابي، بس قطاع شبابي عم بيدخل بالفئة العمرية التالية، فلازم أنتوا هالشعلة اللي قدرتوا تحققوها واللي هي بالفعل يعني قيمة كبيرة، لازم هلأ تعملوا كل المسعى أنه توصل الرسالة إلى الثانويات، لأنه الشاب تكوينه الأساسي بيصير بالثانوية وحتى بالمحيط العائلي. هيدي قصة ثقافة الهجرة أنا بسميها، أنه الهجرة شغلة ممتازة للبنان بدنا نبطلها. وأنا وقت ما بعطي محاضرات بالثانويات بشوف إدارة المدرسة لما نحن عم بنعلم الطفل قديش لبنان كبير باختراباته بجاليات الاختراب، طب البلد اللي بيتفرغ من القدرات والكفاءات كيف بيكون كبير؟ أنا ما عم بفهم. فهون في عقلية، في ثقافة بدها تتغير. نحن بدنا بلد متكامل الإمكانيات، بلد حتى من الناحية الاقتصادية المحضة يستغل كل ميزاته التفاضلية، حتى بالنسبة لتدمير البيئة وتدمير التراث المعماري والهندسي، ما له قيمة اقتصادية التراث المعماري والهندسي، يعني حتى بعقلية مركنتيلية يجب أن نحافظ على هالشيء. ففي جهود كتير كبيرة بدها تنعمل، فكرية، ثقافية، إعلامية، حتى مثل هذا البرنامج ومثل هذه الأفكار تصبح مقبولة أكثر ولدى فئات واسعة من المجتمع، وبشكل خاص الجيل الأقل سناً منكم اليوم اللي هو الجيل اللي بالمدارس ويستعد إلى الدخول إلى الجامعات. مجدداً أهنئكم وأتمنى أن تستمروا وأن أيضاً تجعلوا شبيبي أقل عمراً منكم ينخرطوا في جهدكم. خذوا شبيبي قاعدين بالثانويات بالبكالوريا بالكذا وخلوهم يشتغلوا معكم، واعملوا برنامج محاضرات بالثانويات الكبيرة بلبنان. أنا بتصور هيدا بيكون مفيد للغاية. وشكرا. أنا رح أبدأ من مطرح ما انتهى دكتور إرم. المرحلة الثانية من المشروع هو أنه نقدر توصل هيدا الأفكار وتتناقش بأكبر عدد من الأماكن بالجامعات وبالمدارس. مع 3 أفكار من المشروع هنشغل على حملات مناصرة ودعم لنقدر إذا بنقدر نحقق جزء كبير من هيدي الأفكار. بدنا يعني بدي أرجع أضوي بس على الأفكار بسرعة اللي عطاها الدكتور إرم، اللي حكي عن المفهوم المفروغ للسياسات العامة، عن الأزمة الأخلاقية بالاقتصادية، عن اختلاط المسؤولية مع الأعمال وتداخل المراجع الدينية. كمان ضوى على فكرة أساسية نحن من أساسها طلعت فكرة الكتاب، وهي أزمة المعرفة والثقافة الاقتصادية. لهذه بأكثر النقاشات اللي عم نكون فيها بأكثر من المناطق اللبنانية عم نحسها. أعطى كمان فكرة الميزات التفاضلية للبلد اللي بعتقد أكثر الشباب انطلق منها ليطلع بأفكاره، وبعض النماذج الاقتصادية بأكثر من دولة، اللي بنتمنى بالنهار نقدر نوصل لنموذج لبناني حقيقي، إن كان على المستوى الاقتصادي وإن كان على مستوى الممارسة السياسية. دكتور أزعور، ما بعرف اذا شهادتنا مجروحه ولا شهادتك مجروحه، لانه هو بعهد وزارته اطلق منتدى الشباب الاقتصادي، اللي كانت فكره
طلعت من الشباب بالسرايا الحكومة وتبنيها وأطلقها. نحن أثرنا الحياد من الإجابة تجاه كافة الأفرقاء كرمال نترك مجال للحوار والنقاش. بعد 4 سنين هيدي واحدة من النتائج اللي وصل للمنتدى واللي كمان بيقدر يحكي والمنبر لإله. شكرا. صباح الخير. أولا يسعدني بالواقع ويشرفني أن أشارك في إطلاق هذا الكتاب منبر الإصلاحيين أو 33 فكرة لتحديث لبنان. وبالواقع يعني بالإضافة إلى القيمة الفكرية والتجربة الرائدة لهذا التقرير، يشكل هذا التقرير بالنسبة لي شخصيا قيمة معنوية. وعادت بي الذاكرة الآن إلى 4 سنوات مضت، حيث في خضم فترة انقسام سياسي حاد أطلق مجموعة من الشباب اللبناني هذا المنبر ليكون منبرا حرا جامعا للشباب اللبناني، يهدف إلى التشاور حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل مساحة مشتركة للتفاعل للنقاش والحوار، الحوار البناء بين الشباب اللبناني على مختلف انتماءاتهم وأفكارهم. وبالواقع وبعد مرور 4 سنوات، من دواعي سروري أيضا أن أرى هذه التجربة تثبت نفسها، حيث أثبت هذا المنتدى قدرته ليس فقط على الاستمرار فحسب، وهو بالواقع تحدي نظرا لصعوبة العمل الاجتماعي أو العمل المدني، إنما تمكن هذا المنتدى أن يؤكد تميزه وريادته في تفعيل المشاركة الشبابية في مجالات التخطيط، في مجالات رسم السياسات، في مجالات إطلاق الحوار حول ملفات أساسية يعنى بها المواطن. وهذه تجربة يعني رائدة حاليا، وتجربة مستقلة عن التيارات السياسية أو عن الأفكار المسبقة. بالواقع المنتدى كمنتدى حقق مهامه التأسيسية التي كنا نتداول بها عام 2007، ليكون مساحة للحوار والتعاون بين المنظمات الشبابية للتفاعل مع مسؤولين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعليمي، وأيضا حقق الأهداف التي من أجلها وضع، ليكون منبرا موضوعيا ومرموقا للحوار الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين الشباب بمختلف انتماءاتهم السياسية والعقائدية. وبالواقع اسمحوا لي أن أهنئكم وأعبر عن إعجابي بهذا المنتج الفكري الذي يعرض مقترحات وأفكار لتحديث لبنان، وهو الواقع تحدي كبير نظرا لصعوبة الإصلاح والتحديث في لبنان. الواقع تمكن هذا المنبر الإصلاحي إيصال مجموعة من الأفكار، بعضها جديد وبعضها كان معروف أو متداول به، لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وبالواقع الأفكار بغالبيتها أفكار عملية قابلة للتطبيق، نابعة عن معاناة قائمة، مما جعلها أقرب إلى معالجات لمشاكل مزمنة أو حديثة العهد، منها إلى توصيات نظرية غير قابلة للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، وهو أيضاً يعني نقطة إيجابية، اعتمد هذا التقرير منهجية واضحة ومبنية على معايير موضوعية، معايير تسهل على القارئ عملية التقييم، وعلى المسؤول كيفية تحويل هذه الأفكار إلى مبادرات للتنفيذ. والإيجابي في هذا التقرير أنه بالرغم من يعني قراءاتي المتتالية، لم أتمكن من أن أعطي لونا سياسيا واحدا لهذه الأفكار، وهو بالشيء الجيد. أي هذا التقرير هو نتاج فكري لمجموعة من الشباب المفكر، الذي من خلال التشاور ومن خلال المعلومات تمكن من وضع مجموعة من الاقتراحات العملية أو الأفكار، وكانت لهذه الأفكار تنوعها ومسؤولية وضعها. من هنا اسمحوا لي أن أعرض بعض المقترحات لاستكمال هذا العمل،
وترجمته أو ترجمة هذه المبادرة البحثية بإجراءات إضافية تساهم ليس فقط في إيصال مجموعة من الأولويات أو الأفكار إلى المجتمع، إنما أيضا لتحويلها إلى إجراءات، إلى مبادرات، إلى قضايا ممكن جميعا أن نساهم في المدافع عنها. بعض الاقتراحات العملية، أولا ربط الاقتراحات والأوراق القطاعية من خلال وضع رؤية اقتصادية واجتماعية تشكل إطار أشمل لهذه الأفكار وتضعها ضمن خطة عمل متكاملة لكي تتفاعل فيما بينها وتضاعف من قدرتها على التأثير وتحقيق التغيير. يعني من الملفت بهذا التقرير أن هناك مجموعة من الأفكار القيمة التي واكبت حاجات واقعية مزمنة أو متجددة، إنما من الممكن استكمالها.